ولقد زينا السماء الدنيا شيخ محمد الأزهري وجعلناها رجوما خليك مع الدم الأخي وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تتميز من الغيظ لما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير صدق الله العلي العظيم الله هاي مع الإيمان احنا بالسبعين الله المشايخ المغاوري والهيجو والسرانك وبشير الزعبي والإعلامي والبسوني وحسن هاشم والوالد سيد هاشم الرفاعي الوالد جاب لنا بعد بالموصوليه مو بس مع الإيمان احنا صغار كل يوم اثنين حلقة قرآن كريم الله يرحمه الشيخ سري زبير بن عوام ويا الناس أمم تقرا بهالقران هذا يوم الاثنين كلنا صغار دق 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 انا واخواني محمد ومؤيد احمد عبد العزيز وكل عيالنا يعني الاحفاد ومره يالنا شخصيات من ضمنهم قلت لكم الله يرحمه الدكتور احمد عبد الله الربعي يا وقرا قران وجود رحمهم الله الوالد قال شوفوا هذا الشخص دكتور بالفلسفه وكان بعد بالتصوف الادب وشرف الكويت بأنه مجود للقرآن يا أهل القرآن إنكم مدعوون إلى قراءته وتطبيق شريعته الغراء وتعديل المادة الثانية من الدستور لا تنسوها فدستور للقرآن قولوا آمين وصلى الله على خير الأنام بل لجوا في عجوب ونفور أفمن